السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعزائنا المشاهدين، هذه حلقة جديدة من برنامج بعض الطبع، فيها نقرأ أبرز محاور صحافة الخرطوم التي صدرت هذا الصباح. نحن نختار المواضيع وزوايا النقاش، ولكن الرأي والمعلومات هي تعود لضيفي في هذه الحلقة الكاتب صاحب المحلل السياسي أستاذ محمد عبد العزيز. أهلا وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. البداية بالعناوين. نبدأ أولاً من موقع باج نيوز الإخباري. فولكر يقول: لا نية لدينا للتحدث مع الإسلاميين أو إشراكهم في الحوار. أمام الموقع الراكوبة نيوز، قيادي بقوى الحرية والتغيير يقول: خروج حركة تحرير السودان في هذا التوقيت خطأ. أما صحيفة الصيحة ففيها تصريح لوزير المالية قال: ما عندنا موارد إلا جيب المواطن. من صحيفة الانتباه: بينهم 5 أطفال، الإفراج عن معتقلي مواكب 16 يونيو. من الشرق الأوسط: مصر على خط العملية السياسية السودانية والحوار المدني العسكري. الحراك السياسي: منظمة فرنسية تعلن عن محادثات بين الحكومة السودانية وفصائل. وزارة التربية والتعليم تتخذ إجراءات قانونية ضد مطلقي شائعات تسرب الامتحانات. السوداني: هيئة المياه تقول الخرطوم تعاني عجزا ب 900,000 متر مكعب يوميا. وأيضا من الراكوبة نيوز: قوى التغيير تقدم رؤيتها للحل وتكشف عن هياكل الحكم المقترحة. من السودان نيوز: الفريق صديق رئيسا لحزب الأمة القومي بالإنابة. كوش نيوز: برنامج الأغذية العالمي أزمة جوع تلوح في سماء السودان. أخيرا من صحيفة الوطن: توصية بزيادة المعاشات ل 15% من عوائد الاستثمار. عندما تقرأ توصية بزيادة المعاشات ل 15% تقرأها مع تصريحات وزير المالية، تعتقد بأن هذا الأمر التوصيات في الفضاء يعني هي تخصيص بتاع ما في موارد مخصصه لها، وفي ظل الاوضاع الاقتصاديه المعروفه الازمه الاقتصاديه الحاليه وما في موارد، يعني هيبقى من وين حيوفر هذه الايرادات الا عبر الطباعه، يعني ممكن يكون دي الحاجه الاقرب للزي. وهي التي تؤدي الى التضخم بالضروره. من موقع باج نيوز الاخباري نقرا تصريح لرئيس البعثه الامميه في السودان فولكر بيرتس، قال: لا نية لدينا للتحدث مع الإسلاميين أو إشراكهم في الحوار. وذلك أو قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامز فولكر بيرتس، أن لا نية للبعثة بالتحدث مع الإسلاميين من الأحزاب المحظورة أو إشراكهم في الحوار، نافيا مهادنة أطراف معينة في الداخل السوداني. وتحدث بيرتس في لقاء مع قناة الحرة عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة حوار مباشر بين أهم الأطراف السودانية، مؤكداً أن الجلسة كانت تهدف لتسهيل حوار سوداني سوداني للخروج من الأزمة الحالية، غير أن الأطراف المهمة وغير المهمة لم تكن موجودة. نقف قليلاً عند نهاية الخبر، يعني الأطراف المهمة وغير المهمة، تلك الغير المهمة، يعني أولاً هل يمكن التصنيف أطراف مشاركة في حوار لحل أزمة سودانية تشمل السودان كله وصفها بغير المهمة؟ طيب، غير المهمة دي أنا ليست واضحة بالنسبة لي، لكن الفكرة الأساسية أنه نتحدث خاصة في مالي وزارة إنهاء الإنقلاب في أطراف رئيسية وفي أطراف مهمة، لكن الأطراف الرئيسية مثلا في مزال إنهاء الإنقلاب اللي هي المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي، دي الأطراف الرئيسية. طيب، أي محاولة لحوار دون وجود الطرفين ديل فبيعنى أنه الحوار ما عنده قيمة أو ما عنده معنى. في ذات الوقت كونهم الاثنين يكونوا موجودين ده ما بيعني بالضرورة أنه الحوار سينجح. نرجع لتصريحات فولكر، قال: لا نية لدينا للتحدث مع الإسلاميين. هو تحدث عن الإسلاميين عموما، المحظورين. لو رجعنا للأصل بتاع الحوار هو تحدث عن الإسلاميين المحظورين، فقال هو ما بيقدر يتدخل، وده بالتحديد بيعني المؤتمر الوطني لحل بحسب قوانين البلد المؤتمر الوطني حزب محظور، فلذلك لا يشمله الحوار. لكن بقية الأطراف ما أظن. طيب، بقية الأطراف حسب علمك يعني من الأطراف الإسلامية تشارك الآن في الحوار الذي يجري، سواء كان مجموعة روتانا أو مجموعة الوساطة السعودية الأمريكية؟ طيب، مبدئيا المؤتمر الشعبي كان موجود في حوار
الحوار بتاع روتانا، ومعروف أن المؤتمر الشعبي الموقف الرسمي والمعلن له هو رفض ومناهضة انقلاب 25 أكتوبر، وهو كان عنده رأي وتحفظ على المجموعات الإسلامية اللي بيه بدأت تتوحد، وعنده رأي في أنها هي بهذا الاتجاه تمضي في طريق علي كرتي بدعم للانقلاب العسكري. نعم. فالمؤتمر الشعبي كان موجود ورافض للانقلاب وعنده تحفظات عليه. طيب الفكرة الأساسية أنه نحن نتحدث عن عملية سياسية هدفها الأساسي اللي هو بناء دولة مدنية ديمقراطية، فهي في تصورات مختلفة لهذا الملف. طيب كان في الوصفة الأولى والتركيبة الأولى اللي هي قائمة على إغراق العملية السياسية بأطراف متعددة هي في النهاية تدعم الموقف الانقلابي. نعم. نتحدث عن أكثر 13 مجموعة و14 مجموعة كلها هي دعم الانقلابي وشاركت في صنع الانقلاب وفي تهيئة الأجواء للانقلاب. نعم. طيب ده بيعني في المقابل أنه نحن ما ماشيين في عملية سياسية جادة، نحن نغلق العملية تحت التفاوض بحيث أنه ندعم موقف الانقلاب والتوصل للنتائج تدعم ذات الرؤية. طيب هم ده كانت دي واحدة من الأخطاء اللي هي وقعت فيها الآلية الثلاثية، أنه عاوزة تناقش قضايا كثيرة ومعقدة في 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 مسار واحد، وده في ظل الأوضاع الحالية ما بيؤدي لنتيجة فعالة أو النتيجة يعتمد عليها. في أفضل الأحوال ممكن خاصة في إذا استمرت حيكون هم اتفاق بتاع ناس متفقين صحيح. وما حيؤدي إلى نتيجة، وما كان في داعي أصلاً يقول فندق بتاع السلام روتانا يعمل الموضوع ده في الغصب والموضوع انتهى، لأنه أوريدي هم مشاركين في الحكومة ومتفقين عليها. فبيبقى الخيار أو الخيار الثاني المقترح أنه يتم التعامل مع العملية السياسية زي أو زي عمليات التفاوض بين الأطراف المتصارعة. طيب ده بيرجع بيتطلب توصيف للأزمة، أنه الأزمة هي ما صراع بين مدنيين وعسكريين، هي بين معسكر مع انقلاب 25 أكتوبر ومعسكر مناهض له. طيب على هذا الأساس بتتحدد الدعوات وبترسم المسار. المسار بيقوم على ثلاثة، يعني ممكن تتخطى ثلاثة خطوات زي ما بدأ في اتجاه عام لهذا المسار. أنه في المسار الأول اللي هو مسار تحضيري، معني بإنهاء الانقلاب وتوفير الصيغة بين الأطراف السياسية وخفض حدة التوتر والتصعيد بحيث أنه يتم تهيئة الأجواء للتوصل للتفاهمات في المراحل الثانية. طيب المرحلة الأولى دي بالتحديد الأطراف الرئيسية فيها اللي هو رغوة الحرية والتغيير، المجلس المركزي والمكون العسكري. نعم. وده بدأ من خلال اللغاء اللي هو تم في بيت السفير السعودي، بدأ الموضوع في هذا المسار، بدأت الإجراءات والجلسات التمهيدية له. طيب المسار الثاني اللي هو مسار معني بإدارة الفترة الانتقالية، ده هنا ممكن تخش فيه الجبهة الثورية والمجموعات السياسية الأخرى بحيث كيف يمكن إدارة الفترة الانتقالية، الإطار الدستوري بدير الفترة الانتقالية، الهياكل وصلاحياتها وغيرها من الإجراءات. المسار الثالث اللي هو المسار المعني بتعزيز عملية التحول الديمقراطي وتأمينه، وده بيشمل الانتخابات والترتيبات قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، طبعا ده مسار عام وده بيشمل كل الأطراف السياسية الموجودة في السودان أو بتمارس نشاط سياسي، لازم يكون عندها تصورها ورؤيتها في قانون المفوضية بتاع تشكيل المفوضية الانتخابات، الترتيبات الفنية المتصلة بالانتخابات، لأن الانتخابات دي ما صناديق بتاعة اختراع، لأنه ممكن تكرويت الناس من خلال عملية ترسيم الدوائر وعملية التعداد السكاني وغيره، النظام الانتخابي نفسه، فدي لازم يحصل فيها توافق سياسي، وده كله ما ممكن الغفز ليه إذا نحن ما يعني المراحل دي محتاجة أنه نبدأها بشكل متسلسل، وخد في بالنا اختيار الأطراف المناسبين لكل مرحلة ومناقشة الترتيبات المناسبة وتوفير الضمانات. بس دائما يا أستاذ محمد، دائما عندما طرف قاعد برا العملية التفاوضية دائما، يعني لو بتذكر كان بعد سقوط البشير مباشرة كان في حديث واضح عن إقصاء لأي فرد شارك في الحكومة. الحاجة دي كانت حتى أقصت المؤتمر الشعبي نفسه، الاتحاد الديمقراطي، وهي دي من الأحزاب المؤثرة على الساحة السياسية وعندهم قاعدة جماهيرية لا يستهان بها. حتيجي تمسك بعد اتفاقية السلام حتلقاها أقصت ناس، حتمشي للاتفاقية، يعني أي اتفاق تم يعني من الاستقلال وحتى آخر اتفاقية دائما في أطراف خارج العملية السياسية بيتم استصحاب لاحقا. عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو دائما برا، بتكون دائما دي زي شوكة حوت بتنقض العملية التوافقية تمت كلها. فبرغم التعقيدات اللي هسي انت شرحتها في مسارات مختلفة والاستصحاب او الناس زي قاعدوا شلليات كل واحد في حتته يتحدث بمعزل عن الاخر عشان في الاخر تجي رؤية واحدة،
كيف يتم يعني معالجة النقطة اللي أنا قلتها دي، بأنه إحنا دائما عندنا مكون خارج العملية التفاوضية لاحقا بيكون هو السبب في نقض العملية التفاوضية كلها. طيب دي نحن يعني مثلا زي إخصاء المؤتمر الوطني، دي حاجة طبيعية وبتحصل في كل التجارب تحت الانتقال. الحزب الحاكم وخاصة في أنظمة شمولية بيتم إخصاءه، زي ما حصل بالنسبة للحزب بتاع مبارك التجمع في مصر، أو حصل للحزب بتاع بن علي، أو حتى الناس بيشبه مرات التجربة تحت المؤتمر الوطني بالحزب النازي في ألمانيا وغيره من الإجراءات. بيتم إجراءات لتفكيك النظام لأنه كان محتكر المجال السياسي ومحتكر الفضاء العام خلال الفترة بتاعت 30 عام الماضية، وبيتم إجراءات قانونية تجاه الأشخاص المتورطين في الفساد وفي انتهاكات. ده ما بيمنع أنه في أشخاص ما تورطوا في الفساد ولا في الانتهاكات، من حقهم يمارسوا نشاط سياسي من خلال لافتة تانية، وده حصل بالنسبة لعدد من التنظيمات. طيب فيما يلي مثلا زي المؤتمر الشعبي أو الحزب الاتحادي أو المجموعات اللي كانت مشاركة مع البشيري حتى لحظة سقوطه، هو الكلام على إبعاده خلال الفترة الانتقالية، لكن بعد مثلا في عمليه الانتخابات حتى يتشارك في الانتخابات. عشان كده قلت لك في المرحله الاولى ممكن تكون والثانيه من العمليه السياسيه هم ما يكونوا موجودين، ممكن في الثانيه حتى يكونوا موجودين. طيب الخلاصه تحت الموضوع انه الازمه السياسيه في السودان حاليا وصلت لمرحله صعبه جدا، ودي بتتطلب ما يعرف بمفهوم التسويه التاريخيه. والتسويه التاريخيه بتختلف عن التسويه السياسيه. التسويه السياسيه اللي هي بتؤدي الى بتنبني على حسابات القوى او موازين القوى، زي ما حصل مثلا على سبيل المثال الوثيقه الدستوريه في الاتفاق السياسي اللي كان بين المكون المدني وهو الحريه والتغيير في 2019. ده مبني على موازين القوى بتاعت الاطراف السياسيه اللي كانت موجوده، وده ممكن يمشي في ذات الوقت للعمليه السياسيه، ممكن تفضي الى اتفاق سياسي بذات المواصفات حسب موازين القوى في اللحظه اللي بتم توقيع الاتفاق. طيب ده ما بكون علاج ناجع للعملية السياسية أو لمستقبل السودان. من المهم جدا أنه تحصل تسوية تاريخية، لأن المصير بتاع الدولة السودانية بشكل الحالي هو على المحك وفي وضع يعني مفصلي وفي منعطف تاريخي. والتسوية التاريخية هي معنية بإيجاد تسوية بين مجموعات مختلفة، يعني نتحدث عن المجموعات تحت الريف، مجموعات المدينة، مجموعات تحت القوى الحديثة والقوى التقليدية، القوى الإسلامية والقوى ممكن تكون اليسارية، التسوية بين العسكريين والمدنيين نفسهم وغيرها من المجموعات المختلفة. يعني هي عشان كده تكون تسوية شاملة بين المجموعات الشبابية والقوى تحت الشباب والتنظيمات اللي بتمثل الشباب، وبين القوى المحافظة والتقليدية. فهي تسوية تاريخية وتسوية شاملة، ودي اللي بتبني الأمم وبتخط السودان في المسار الصحيح. للأسف التسوية دي ما تمت من الاستغلال ولا تمت في التجارب تحت الانتقال اللاحقة، ونحن كنا بنكتفي بالتسويات السياسية اللي هي ما بتؤدي إلى نتيجة وتثبت التجربة كده، ودي بتقود إلى أنه في حالة فشلة وفشلها شبه مضمون، وفي حالة فشلها حنرتد لأوضاع أسوأ. من موقع الراكوبة نيوز، قيادي بقوة الحرية والتغيير يتحدث عن خروج حركة تحرير السودان ويصفها بأنها خطوة خاطئة. في تفاصيل هذا الخبر، وصف القيادي بقوة الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله خروج حركة تحرير السودان من قوة الحرية والتغيير في هذا الوقت بالخطأ، وأكد أن دوافعه غير معلومة. وقطع خلف الله في تصريح للجريدة بعدم إقصاء الحركة، وأن من يتحدث عن الإقصاء هو من لم يقم بمهامه ولم يحضر الاجتماعات. سأكتفي بهذا القدر. حديث القيادي بقول الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله يعني حديث ذو شقين، يعني هو يؤكد على أنه هو خروج خاطئ باعتباره خسارة لواحد من أعضاء القوى الحرية والتغيير، لكن من ناحية أخرى وكأنه يبرر هذا الخروج حتى من وجهة نظرهم هم بأنه لم يحضروا اجتماعات ولم يلتزموا بما يخرج منها. أولا السؤال المباشر، هل خروج وهو شق فقط من حركة تحرير السودان مؤثر على قوى الحرية والتغيير، خصوصا مع الحراك الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل؟ طيب هو طبعا أنا دائما مشيرك للحديث بتاع تصريحات عادل خلف الله، واضح أنها يعني ما وراء التصريحات أنه في مجموعات ضغطت على هذه المجموعة ودفعتها للخروج، وأنه هذه المجموعة لم تكن مخرطة بشكل كامل في نشاطات قوى الحرية والتغيير ولم تكن تحضر الاجتماعات وغيرها. بمقابل كده طبعا في الكلام والمزام بتاعت الانقلاب والمجموعات السياسية اللي كانت داعمة للانقلاب على أنه قوى الحرية والتغيير مختطفة من قبل أربع أحزاب رئيسية، هي بقية الأحزاب ما عندها تأثير كبير. طيب ده بشكل عام، لكن النقطة الأهم أنه قوى الحرية والتغيير مطالبة بعمل كبير جدا خلال الفترة القادمة،
ومطالبة خاصة أنها هي بدأت تتحرك في إطار عملية بتاعت حوار مع العسكريين، ودي خطوة شجاعة في ظل تحديات كبيرة جدا وانتقادات لها حتى من القوى الديمقراطية والقوى الدعم لعملية التحول الديمقراطي، وده بيتطلب من قوى الحرية والتغيير يعني القيام بعدة مهام. النقطة الأولى لازم تكون عندها دور إيجابي في بناء مركز موحد للقوى المدنية الديمقراطية، وده داير حوار واسع مع المجموعات السياسية المختلفة، يعني حوار مع لجان المقاومة، حوار مع الحزب الشيوعي، مع حركة عبد الواحد محمد نور، عبد العزيز الحلو وغيره من المجموعات، حتى المجموعات المدنية. نحن نتكلم عن أنه جزء كبير من المجموعات اللي هي حاليا في الشارع وداعمة لثورة ديسمبر وداعمة لاستعادة السلطة أو بناء سلطة مدنية ديمقراطية، هي ليست منضمية إلى أحزاب، هي مجموعات ناشطة وبتدعم وأفراد، لكن هم ما منظمين. فمن المهم جدا أن يتم تنظيم هذه المجموعات. ده بيقود الى ان قوى الحريه والتغيير حتتفادى الاخطاء اللي وقعت فيها في الاتفاق السياسي ولا اللي هو كان في اغسطس 2019، وممكن تعزز من امكانيه التوصل لتفاهمات تنجي عمليه التحول الديمقراطي. نعم. من صحيفه الصيحه الصريحات، وزير الماليه في برنامج مؤتمر اذاعي ايضا كانت مثار حديث السودانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدث عن شح الموارد وقال لا نملك غير جيب المواطن. أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بعدم امتلاك وزارته الموارد الكافية وأنها تعتمد في مواردها على جيب المواطن. وقال جبريل خلال برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية يوم أمس، قال نجيب موارد من وين؟ ما عندنا موارد إلا جيب المواطن عبر الضرائب التي تأتي من وإلى جيب المواطن، مؤكدا ضعف الإيرادات. وأوصد الوزير الباب أمام زيادة الأجور في النصف الثاني للموازنة، وقال تحديات كبيرة والفجوة عميقة والمرتب لا يكفي 3 أيام في الشهر، مؤكدا أن الزيادة تحتاج توفير موارد لتغطية الحوجة الأساسية. تصريحات السيد وزير المالية هي ليست جديدة، لكن عموما هناك انتقادات كبيرة من كتاب صحفيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي من أداء السيد وزير المالية، وبأنه منذ إجراءات 25 من أكتوبر وحتى الآن لا يوجد جديد في الاقتصاد السوداني غير التدهور، وهناك حديث عن عودة المساعدات، ولكن حديث آخر بأنه الآن يتحدث بأنه لا توجد موارد أخرى، لا مساعدات ولا غيرها. في أي سياق تقرأ هذا الأمر؟ والسؤال الأبرز والمربوط بالجزء الذي مهدت له في حديثي بأنه خروج جبريل إبراهيم من وزارة المالية، هل هو متوقع ضمن المفاهمات الجديدة؟ طيب، في الجزء الأول من الواضح أن انقلاب 25 أكتوبر كبد البلاد خسائر كبيرة، يعني في خسائر تقديرات بتشير لأنه ممكن تصل لأكثر من 35 مليار دولار. ونهاية الأسبوع الماضي نادي باريس علق عملية البروسيس بتاع إعفاء ديون، وده غير المساعدات اللي كانت مباشرة، يعني على سبيل المثال قريبة 800 وأكثر من 800 مليون كانت هتدخل البلد في نوفمبر، يعني بعد يعني قبل يعني بعد الانقلاب بأقل من شهر، كان متوقع أنها تصل وغيرها من الإجراءات. فدي كلها وقفت، غير أن المناخ بتاع البلد غير مشجع للاستثمار، فدي ادت لانه تدهور الاوضاع الاقتصاديه بشكل كبير في ظل تحذيرات من كارثه انسانيه، انه في قريبا 15 مليون شخص ما حيلقوا الاكل اللي حيلقوه اللي ياكلوه ولا الحاجه اللي يبيعوها عشان يقدروا ياكلوا يشتروا بها اكل. طيب، النقطه الثالثه اللي هي متصله بسياسه السيد جبريل في وزاره الماليه، الموازنه التي تم العمل بها حاليا للاسف لم تعرض للجمهور، ومفروض يكون في نهج من الشفافيه في انه يوروا الموازنه واوجه الصرف بتاعته وغيره. النقطه الثالثه اللي هو حديثه على انه ما في موارد، طبعا بيبقى السؤال الموارد الموجوده كيف يتم صرفها؟ حسب الارقام اللي سربت انه اوجه الصرف ورؤيات الصرف بالنسبه للحكومه الحاليه هي بنود امنيه، صارف على القوات النظاميه وعلى الاجراءات الامنيه اكثر بكثير من الموارد البنود بتاعت الصرف التنمويه، وده ظاهر في في في, في, في الارقام، يعني الناس اللي استطاعوا الحصول على الارقام اشاروا لانه هناك فجوه كبيره جدا في انه الحكومه الحاليه هي اهملت الجانب التنموي وركزت على البنود الامنيه. فبيبقى انه حتى الصرف على البنود الامنيه هي محتاجه تجي تشيله من المواطن. طيب، دي نقطه هنا انه ما عنده موارد، which is not good، يعني ترو، يعني في البيانات والارقام الموارد على قلتها موجوده، وانه في سفه في صرفها، وده حيقود لنتائج كارثيه.
وحيادي أن الأوضاع الأمنية حسب ما أثبتت التجربة تحت الإنغاز أنه بتصروا على الأوضاع الأمنية عشان تثبت الأمن، حتزيد الدائرة بتاعت السخط بتاع المواطنين على الدوائر الأمنية لحد الموضوع تاني ما بيتحرس بقوة أمنية. طيب دي النقطة المفروض فيما يتعلق باستقالة أو طيب خروج دي جزء من عملية إدارة الانتقال. الاتجاه العام في الشارع حاليا الحديث على أنه تكون هناك طبعا بعد التوصل لاتفاق وتفاهمات أنه يكون في حكومة حكومة غير حزبية، حكومة بتاعت كفاءات غير حزبية. طيب ده الاتجاه العام. حيبقى السؤال ما هو مصير وزراء الجبهة الثورية وزراء حركات الكفاءة المسلحة وعلى رأسهم جبريل؟ طبعا دي واحدة من النقاشات اللي هي كانت قبل الانقلاب، ووقتها الحركات قالت لا أبدا نحن قاعدين وده استحقاق بتاع الدستوري وغيره. فبيبقى السؤال هل يمكن لحركة العدل والمساواة ترشيح شخص من الكفاءات غير جبريل أو شخص خارج الحركة لكن هو من الكفاءات حتى لو من إقليم دارفور أو من إقليم تاني؟ فدي بقى دي واحدة من النقاط اللي هي يجي من نقاشة ومن حتكون ممكن من النقاط المعقدة في المسألة الملف المسار الثاني اللي هو إدارة الفترة الانتقالية. لكن إحنا لسه خلينا في النقطة الأولى إنهاء الانقلاب. طيب في مصر الآن على خط العملية السياسية حسب صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت مصر على خط العملية السياسية السودانية والحوار المدني العسكري، حيث أطلع تحالف المعارضة السوداني الحرية والتغيير مصر على رؤيته بشأن العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الدولية الثلاثية بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا إيجاد ضمن مساعي يبذلها التحالف لبناء شراكة إقليمية ودولية لدعم العملية السياسية الرامية لإقامة سلطة مدنية كاملة. وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان حصلت عليه الشرق الأوسط أمس أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية التابعة له التقت القنصل المصري في السودان المستشار أحمد عدلي إمام وعددا من المسؤولين بالقنصلية المصرية بالخرطوم وتداول معهم الرؤية التي أجازها المجلس المركزي للتحالف. طيب سؤال المباشر في هذا الأمر، عندما قام البرهان بإجراء 20 من أكتوبر كانت يعني مصر من الدول المتهمة بتدبير وترتيب هذا الانقلاب حسب وصف بعض المراقبين، وحتى كان هناك في تظاهرات حملوا لافتات تدين التصرفات المصرية وتدخلها في الشأن السوداني. بهذه الخطوة وحوار الحرية والتغيير أو إطلاع الجانب المصري على ما يجري من خطوات وعلى النقاط التي اتفقوا عليها، هل هي محاولة جادة لاستخدام ذات الطريق الذي اتخذه البرهان أو الذي سلكه البرهان عندما قام بإجراءات 25 من أكتوبر؟ طيب أي عملية سياسية ما حققت التطلعات بتحت الشارع وحققت غدر من الرضا والقبول من المجتمع الإقليمي والدولي ما حتنجح. والتحركات بتاعت دخول الحرية والتغيير بتاتي في هذا السياق. من المهم جدا ان نفهم ان مصر هي اكثر دوله حتتضرر وتتاثر سواء سلبا او ايجابا بمآلات الاوضاع في السودان. فلا قدر الله لو حصلت الامور ومشت لاسوء السيناريوهات اللي هو بتاع انحلال الدوله وحاله الانفلات الامني او الحرب الاهليه وغيره من الاجراءات، مصر حتكون اكثر المتضررين سواء من الناحيه الامنيه ومن الناحيه الانسانيه. طيب النقطة المهمة أن مصر نفسها هي حتستفيد إذا حصل استقرار في السودان وممكن تكون في شراكة استراتيجية بين البلدين، وبتطلب أنه طبعا ده بتطلب مراجعة للفترة للعلاقات التاريخية السابقة ومحاولة إدارتها بشكل بناء يحقق تطلعات ومصالح الشعبين، لأنه الحديث عن العلاقات بين السودان ومصر حديث ذو شجون وفيه الكثير من الملفات. وممكن نشير هنا زيارة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك للقاهرة وإشاراته الواضحة لأن العلاقات بين البلدين إذا عاوزة تمشي بشكل استراتيجي محتاجة لحوار شفاف. طيب هنا من الواضح أنه بدأ يحصل تغيير على مستوى الدول الإقليمية اللي كانت داعمة لمعسكر الانقلاب، وزي ما حصل مثلا على سبيل المثال في الموقف السعودي، لأن يعني السعودية بدأت تدرك أنه مآلات الأوضاع أنه الانقلاب أو السيطرة حزب أو مجموعة بالقوة العسكرية على السودان لن ينجح. وده بوجود البلاد لسيناريوها سيئة هي حتتضرر منها برضو السعودية. صحيح. هي ممكن تكون نمرة اثنين. وده بدأ يظهر في أن السعودية بقت تدعم في أنه يصل يتم التوصل إلى تفاهمات وإلى تسوية. طيب في ده بيأتي خطوة دخول الحرية والتغيير في محاولة لمخاطبة المصالح المصرية وأنه مصلحة مصر في أن يكون هناك استقرار في السودان، وأنه هذا الاستقرار في السودان لن يتحقق إلا في ظل
نظام يعني مدني ديمقراطي. هي خطوة من الحرية والتغيير لاستخدام وسيط مقبول لدى العسكر. بالضبط. وغير كده أن هم موجودين ومؤثرين في المشهد السياسي السوداني وعندهم تأثيرهم وعندهم وجودهم حتى في حديث على دعمهم ومباركتهم للانقلاب بتاع 25 أكتوبر، وحاليا هم بيتحملوا جزء من عملية الفشل بتاع الانقلاب في تحقيق غاياته. ده بينعكس من خلال الحالة تحت السخط الشعبي اللي هي بتتجه لمصر، وده بيتطلب من مصر اللي هو معالجة هذا الموضوع في إطار حملة جيدة بتاعت على غادة عمر. من صحيفة السوداني نقرأ هيئة المياه تقول بأن هناك عجز بما يعادل 900 ألف لتر مكعب يوميا. قال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم محمد علي العجمي أن الولاية بحاجة عاجلة لعدد 6 محطات نيلية جديدة لتغطية عجز المياه البالغ 900 ألف متر مكعب يوميا، وشدد على أهمية قيام محطة مياه جديدة للزيادة المضطردة في عدد السكان بمنطقة العزوزاب. وكشف العجب عن خطوات متسارعة تقوم بها الهيئة لتنفيذ مشروع محطة مياه سوبا لتحقيق استقرار الإمداد المائي بجنوب الخرطوم، وأكد دعم هيئة المياه لجهود أهالي المنطقة في قيام مشروع المحطة. هذا طبعا وقوفا عند عدد من أزمة يعني عدد من مناطق الولاية التي تشهد أزمة خانقة في المياه. الآن حديث الهيئة ليس جديد بأن حتى الرقم ليس جديد بأنه ما زال هو 900 ألف لتر مكعب. يبقى السؤال بأنه أيضا ربطا بحديث وزير المالية بقلة الموارد، ما مدى دقة الحديث عن تنفيذ مشروعات في البنى التحتية؟ طيب، هو في 6 محطات بتاعت مياه على النيل تم التخطيط لها، لكن تبقى المشكلة في التمويل. يكفي الإشارة هنا لأنه المحطة بتاعت المنارة اللي هي بتاعت المياه واحدة من أكبر المحطات بتاعت المياه في السودان وعلى درجة عالية من الكفاءة، لم يتم استداد الغرض بتاعها حتى الآن. طيب، في ظل الأوضاع الحالية من الصعب جدا تنفيذ مثل هذه المشروعات لأنه يكون في مشكلة بتاعت التمويل أو حتى جهة كده تستثمر فيها. أخطر ما في الموضوع أن الناس بتلجأ للحلول السهلة واللي هي عندها أضرار بيئية مستقبلية اللي هي الحلول بتاعت الآبار، والمسألة بتاعت الآبار محتاجة لدراسة وخطورتها الأكبر اللي هو التأثير على نضوب المخزون بتاع المياه الجوفية. وللأسف نحن مزالة المياه الجوفية بتواجه الكثير من الهدر والتلوث ومحتاجة لمعالجات عاجلة خلال عدة جهات مشتركة بحيث أنه يتم إدارة هذا المورد المهم والحيوي. ولاية الخرطوم حاليا تقريبا التقديرات تشير لأنه في تقديرات رسمية تشير لأنه في أكثر من 15 مليون مواطن، ودي إذا أنه يكون في نمو مستمر حيكون في زيادة في الطلب على المياه وزيادة في الطلب على الكهرباء وفي ظل تغلص حجم الخدمات. يعني السؤال هسه المشكلة بشكل أساسي في الخرطوم مش في إنتاج المياه، المشكلة في توزيع، من واضح أنه في مشكلة حتى في عملية التوزيع. فالملف معقد ومحتاج لترتيبات، مش ترتيبات في الخرطوم على المدى الاستراتيجي، أنت محتاج لتوفير خدمات جيدة على مستوى الأطراف، والمزار تخوف معك ملف السلام، العدالة، التنمية المتوازنة عشان ما يحصل تكدس سكاني في بقعة جغرافية محددة. نعم. أستاذ محمد عبد العزيز، وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. بهذا نكون قد وصلنا معنا إلى نهاية هذه الحلقة. يوم غد إن شاء الله موعد جديد. إلى اللقاء.